عم اضغط على جرح قضي؟ خايف يكون عم يوجع. لا ما في مشكلة ابدا. انا مو متذكر الطريق، دليني لوين نروح، اتفقنا؟ انا جوعانة، شو رأيك ناكل؟ بتعرف من وقت كنا بالمدرسة وأنا جوعانة كتير، بس عن جد السندويش هون بياخد العقل. هي لإلك سندويشتك باللحمة وأنا بالخضار، لأنه أنا نباتية. طيب ليش ما رحتي وأكلتي بالبيت؟ لأنه السندويش يلي هون ما بقدر قاومه، بس تاكل رح تعرف هالشي. شكراً لك، خلي الباقي. شكراً لك، يعطيك العافية. وانت دفعتي كمان؟ الله يسامحك، فوق ما خليتك توصلني على البيت. معقول ما اعزمك على سندويشه؟ يلا كل، رح تجي سندويشه الجبنه بعد شوي. شو؟ طبعا هديك ما بقدر قاومها، كتير طيبه. انت كيف بتقدري تاكلي كل هاد؟ يلي بيشوفك بيفكر انك ما بتاكلي ابدا. هيك طبيعه جسمي، باكل كتير وما بيزيد وزني، لهالسبب البنات بيغاروا مني. منيح. واخر شي مناكل كريب بالفريز والموز، اتفقنا؟ ما شاء الله عليكي، كأنه إلك اسبوع ما اكلتي شي. عن جد الساندويشة طيبة كتير. صحتين. وهنا شكراً لإلك. العفو. ليك لسه العزيمة قائمة، إذا حبيت منروح منشرب شاي بالساحل. لا أنت عندك مدرسة الصبح وأنا عندي شغل. طيب ماشي، بس أنا أخذت وعد منك. تصبح على خير. أخي شو عم تساوي برا؟ ولا شي، عم استناك. تستناني؟ ايه. ناموا البنات؟ ايه ناموا أخي، أصلا أمل نامت وهي عم تاكل. يلا تعال نفوت أخي. أخي استنى، ميليسا قالت لك شي؟ ما فهمت. يعني أي شي وانتو رايحين على الطريق، ما قالت أي شي عني مثلا؟ لا نحنا ما حكينا كتير. عن جد؟ اتذكرت قالت شي عنك، قال انت ذكي كتير وبتشرح بطريقة بسيطة وسهلة، هذا الشي يلي كنتوا عم تدرسوه، قال لولاك ما كانت فهمته أبدا. عن جد أخي؟ أخي بصراحة أنا معجب بميليسا كتير. بعرف. وأوجان عم يقول إنه هي معجبة فيني، يعني ما بعرف، إجت تزورنا ونحن بالمشفى وهلأ درسنا مع بعض هون، وأنا لهلأ ما قدرت أتأكد، بس إذا هي قالت لك هالشي بكون أتأكدت.
يلا خلينا ننام بلا ما ضايقك أكتر من هيك. يلا أمشي. شو هالحكي؟ ليش أنا موجود؟ طبعاً بدي أسمعك. منيح إنك موجود أخي، الله يخلي لي إياك. وقف أخي خلاص، ليش حسيت بالحب هلأ؟ يا ربي دخيلك، شو في يا أخي؟ الحقيقة منيح أنكم موجودين، شو كنت رح أعمل من دونكم؟ يلا فوت، رح نتجمد من البرد. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.